كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اي اخويا انت كتشوف جيتو دابا على غفلة، ها انتم الدنيا مظلمة، الاراضي ديال الدولة كيجيو وحدين برانيين كيستولوا عليها، هذا جا هنا دار هادشي ديال الميخالة، رول لنا الحمال، البيئة، المشاكل، هادشي هذا عندهم داك المسائل ديال الميكا وهادي ومول شي ما كاينش، كاينين هنا ميخالة، كاين اللي كيتشمكر، كاين اللي تيسكر، كل واحد شنو كيدير، شي واحد قالوا هما على حسب الهضرة ديالهم، شي واحد مشمكرش على شي شمعة، ها هي شبكة العوافي هنا، وهاد الأرض هادي ماشي ديالو، أرض ديال الدولة هي كتشوفوا فيها. أرض ديال الدولة جا استولى عليها تقريبا تما واحد 200 ولا 300 متر ودور عليها وخدام مع راساتو، وحنا وليداتنا انتوما كتشوفوا هاد الوليدات الصغار عايشين في هاد البيئة في هاد الوسخ في هاد الشيء. طب اش نقول لك، ولا ما سديتيش الباب ديالك؟ طب بعدا بهذوك قوة الخبز ديال تيجيبوا الخبز هذه جامعين كاع الطب ديال العالم مجموعة عندنا هنا، وواحد القضية عندنا واحد الجمعية درناها هنا ما نفعتنا حتى شي حاجة. إيوا اتصلنا بالبومبية، الناس كتعاون من هنا وحنا تنتعاونوا مع الناس بالبومبية، الله يخليهم، تاهما راه داروا مجهود ديالهم باش طفاو العافية، وكاين ديبو هو الداخل ديال العود، هذاك الديبو ديال العود كون شعلت فيه العافية فين غادي يوصل هذا الحي هذا؟ غنتأذوا كلنا. ايوا هادشي اللي كاين اخويا، وصور الله يرحم باك، طلع صور هذيك الارض باش تعرف ان هذيك الارض راه هي ديال بلاد ديال الدوله، ارض ديال الدوله ماشي ديال هذاك الانسان اللي جا واستولى عليها. دابا العافيه الحمد لله هي طفات، والعافيه لما كتيقش فيها راه ربما طفى وتعاود تشعل. الضوء ما عندناش في الحي، انتوما اطلق عينيك شوف اخي هذا الحي، شوف هذا الحي هذا اللي هو من اقدم الاحياء في مدينه سالا، هذا الحي هذا راه عنده فوق 60 سنه، حيدوا شوفوا الحي كي داير. عندنا 5 دقائق بيننا وبين العاصمه، حنا راه الرباط كيبان لنا راه حسان راه هي، وما عندنا لا طريق، شوفوا اخي شوف الطريق كي دايره، ما عندنا طريق بحال الناس، ما عندنا ضوا وما عندنا والو، مكرفسين. بغينا زعما الناس مسؤوله تشوف من جهه هذا الحي هذا ومن جهه هاد الوليدات اللي تعيشوا في هاد البيئه هذه وفي هاد المشاكل هذه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.